جدد، وقت الاجتماع الدوري طويل جدا، عشوائيه في التوظيف الوظيفي، لم يجد قسم التراثيات، تاخر الرواتب، وقف الاجتماع الدوري الطويل، ايضا عندي مشكله عدم حسم بعض الامور بشكل سريع، اضافه قسم مبيعات بموظف منخفض في المستودع، عدم وجود تخصص في ضمن الوظائف العليا، عدم وجود تخصصيه في الوظائف العليا، عدم وجود الادله الاجرائيه لجميع الاقسام، استواجيه التعامل مع الاحداث اليوميه حسب الشخص الواحد، سلم رواتب غير متكافئ، عدم وجود خطط طوارئ لاعطال الفنيه والتقنيه، لا توجد مكاتب في الفروع الاستقبال، الارتجاليه في العمل دون الرجوع للخطط، عدم قناعه نسبه كبيره من الموظفين باهميه الخطط، معايير تشغيل الوظيفه غير معني بنسبه 55%، عدم توحيد اسعار الفروع، عندنا ضعف المدرب مشتريات عمليه في بعض القيادات.